منتخبنا الوطني يكمل تحضيراته قبل مواجهة لبنان مساء الثلاثاء. وبتروفيت بالمؤتمر الصحفي هنالك أوضاع غير مستقرة يمر بها الفريق. محور الليلة معركة الأمل الأخير في بيروت، هل تنقذ منتخب العراق وبتروفيتش؟ مع ضيوفي كابتن جبار هاشم وزميل الإعلام إسلام الناصر. شلون تشوف اللعبات بكل سهولة؟ ادخل على موقعنا الرسمي وقم بإنشاء حسابك الخاص واختار الباقة والعروض اللي تناسبك بأسعار مناسبة جدا. وأيضا صار بإمكانك تحميل تطبيق فودو لتشاهد المباريات بكل سهولة. وإذا حاب تشوف المباريات أنت وأصدقائك، اشتري ريسيفر ستار لايت وراح تحصل على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر. انت الآن تستمتع بالمشاهدة الحصرية لتصفيات كأس العالم وجميع البطولات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا عبر الرابعة، أهلا بكم. وصوت الملاعب، يمكنكم متابعة كافة مباريات المنتخب الوطني، كل البطولات الآسيوية عبر 3 منافذ لا غير، 3 منافذ لا غير. وهذا الإعلان الذي نكرره يوميا، وبالتأكيد لا زال البعض لم يصلهم هذا الإعلان. 3 منافذ كما تتابعون من خلال الموقع، من خلال ريسيفر ستار لاين لمحافظة بغداد فقط، ومن خلال تطبيق فودو لكل العراق، من خلال الموقع وفودا كل العراق. ستار لاين لا زال في بغداد فقط، وبالتاكيد سنشوف بقيه المحطات في بقيه المحافظات تباعا. واحذر واكرر من انه اي محاوله لسرقه المحتوى سوف يواجه بردع قانوني، وقد فعلا بدانا منذ الامس باتخاذ الاجراءات القانونيه بحق السراق الذين يسرقون البث الخاص بالقناة دون رادع ودون واعز لا أخلاقي ولا أي شيء. السراق والشركات السارقة التي سوف نعلن عنها من خلال مواقعنا بالسوشال ميديا، وسوف تبلغ رسميا من قبل الجهات المختصة بسرقتها، وسوف تعاقب أشد العقوبة على ما ارتكبته بحق القناة من سرقة المحتوى بدون ترخيص وبدون أي قبول. وبالتأكيد يعني هذه سرقة كاملة، ويعني لا تختلف عن السارق العادي، هذه سرقة تقنية الكترونية، والسارق الآخر اللي يمد إيده على الفلوس أنت أيضا سارق، يعني اطمن أنت وأولادك تأكلون مال حرام. والشركات كل الشركات لن تكون بعيدة عن القضاء وعن القانون العراقي. يوم غد مباراة مهمة لمنتخبنا الوطني الساعة 3 بتوقيت بغداد. المنتخب يعني اختتم اليوم آخر وحدة تدريبية قبل مواجهة لبنان. الأجواء هناك في لبنان ماطرة كانت لهذا اليوم، وبالتأكيد ملعب صيدا هو أصلا يعني عنده بمشاكل بالأرضية، وهسه مطر، فبالتأكيد الوضع لا يحسن عليه المنتخب. كل النتائج بالنسبة للاعبين ممتازة، المسحات سلبية بس الكابتن رزاق فرحان إيجابية وبالحجر حاليا. بقية اللاعبين أمورهم تمام على مستوى كورونا. اليوم تدربوا 22 لاعب مع بتروفيتش مدرب منتخبنا الوطني. الأخير الذي تحدث في المؤتمر الصحفي اليوم عن صعوبات عديدة يواجه العراق، تحدث عن ما مر به في إيران بسبب كورونا، تحدث عن أرضية الملاعب، وتحدث عن بعض اللاعبين اللي وضعهم الصحي غير مستقر، تحدث عن ثلاثي المنتخب الوطني، وبدأ بتروفيتش يعني يحاول حماية نفسه من الكلام من النقد، ويستبق الأحداث بالحديث عن صعوبات يواجهها. بالتالي الصعوبات تواجه كل المنتخبات، والمنتخب الجيد المدرب المحترف هو الذي يحاول أن
يتفاعل مع الصعوبات. واحده من الصعوبات هي انه لن يكون ربما على عباس وفرانس وايضا زيدان اقبال. هذا الثلاثي عنده مشاكل بالمعده، وبالتالي ربما لن يكونوا في المباراه. يعني بالنسبه للعلاء وفرانس بطرس القصه تقريبا صعبه. زيدان ينتظرون من ان يشوفون وضعه باكر، وضعه الصحي بالنسبه للالم المعده، اذا قدر يكمل ف يعني اذا وضعه زين راح يكون موجود بقائمه المنتخب. هو تمرن لكن الحديث عن الالم بالمعده وهذا الموضوع اللي يمر به اللاعب. طيب هنا الجعاز ايضا كان موجود مع بيتروفيتش، تحدث عن انه ما قدر يشارك اساسي في مباراه ايران لانه الدوري السعودي توقف من شهر 12، كان من الصعوبه بعد ما راجع لرتم اللعب والمنافسه والمباريات، بالتالي يعني هذا السبب ابتعاده انه ما كان اساسي في المباراه. وهذا الموضوع تحدثنا به طبعا قبل مباراه ايران يعني من خلال البرنامج، انه الدوري السعودي متوقف جاهزيه اللاعبين، ربما حتى امير العماري اشراكه لو كان هناك البدلاء موجودين كان من الممكن ان يكون احد البدلاء وليس امير العماري اساسي في المباراه. طيب ساذهب مباشره الى بيروت وينضم معي الان مفدنا الى هناك الزميل سيف الباشا. مرحبا سيف. مرحبا كابتن، تحيه لك وتحيه كيف لضيوفك اللي موجودين داخل الاستوديو. اهلا وسهلا بك سيف. سيف شنو الوضع يمك؟ مطر برد ورياح ومطر والملعب وضعيته يعني صراحه كل شيء مو زين هنا في لبنان على فكره، يعني مو شغله سلبيه بس الطقس مو زين، الملاعب مو زينه، الوضع بشكل عام مو زين. يعني انا اريد ابدي من قضيه المدرب بيتروفيتش اللي اجى للمؤتمر الصحفي مهزوز جدا، وكانه يعني قدم الاعذار قبل المباراة، يعني كأنه هو متوقع الخسارة في هذه المباراة، لأن قدم الكورونا وقدم أرضية الملعب السيئة وقدم كل الأمور الثانية. يعني استنتاج شخصي أنه لحد الآن هو لا زال يعيش بشخصية المدرب المساعد، لحد الآن ما ترقى لشخصية المدرب. استنتاج شخصي يعني ما أنا حسب ما شفته اليوم، يعني إذا ما ردنا نسوي مقارنة بين المدربين اليوم بالمؤتمر الصحفي بين المدرب اللبناني والمدرب العراقي راح نشوف فرق كبير جدا حتى بالتعامل مع وسائل الاعلام، حتى بالحديث مع وسائل الاعلام. يعني اليوم المدرب اللبناني حتى ما تطرق او حتى هرب من الاجابه على سؤال غياب عدد من اللاعبين المنتخب اللبناني. هسه سيف وانا احكي وياك الاتحاد صدر بيان عاجل باصابه، هسه قلت انا رزاق فرحان موجب بس كنا ننتظر الخبر الرسمي لبقيه اللاعبين. هسه لا على ولا ميثم جبار، لا على عباس ولا ميثم جبار ولا حسن رائد ولا فرانس بطرس راح يكونوا موجودين. هسه هاي هم صعوبه تواجه بيتروفيتش، فاهمك انا يعني، بس هاي هم صعوبه تواجه بيتروفيتش. تخيل يعني، تفضل. اي بالضبط، يعني تتخيل، ما اعرف يعني انا هيك حسيت انه هو يقدم مع العلم انه كل الاعلاميين اللي موجودين حاولوا ان هم يهدوا فعلا. يعني اليوم الشباب الاعلاميين الموجودين بالمؤتمر الصحفي، الزملاء الاعلاميين العراقيين حاولوا انه يهدون من الوضع، يهدوه يقولوا له انه انت المفروض تبعد اللاعبين عن الضغوطات، تبتعد عن التصريحات السلبيه، على الاقل انه احنا نرفع من معنويات اللاعبين، خصوصا وهذه مباراه الفرصه الاخيره. يعني مباراه الفرصه الاخيره بين قوسين الاعلام اللبناني اطلق عليها. قلت لك اليوم المدرب اللبناني هرب من الاجابه حتى على عدد اللاعبين المفروض ما يشاركون. الاعلام اللبناني اليوم اكد انه من الممكن انه اربع لاعبين مهمين للمنتخب اللبناني ما يشاركون، اللي هم ربيع عطايا واهم لاعب اللي هو باسل جرادي ووليد شهور، وايضا من الممكن غياب كابتن الفريق محمد حيدر بسبب اصابه الكورونا، لانه لحد الان هو حتى ما تدرب مع الفريق. شدد مدرب المنتخب اللبناني على انه هاي مباراه فوز، احنا جايين نفوز. يعني اكد قال انه احنا شفنا الفريق ثلاث تصفيات كاس العالم وخضنا مباراه معه، وايضا شاهدنا الفريق ببطوله كاس العرب. الفريق العراقي مو مثل الاول، يعني مو هذاك الفريق البعبع اللي كان من يجي للبنان او يروح يخوض مباراه وياه باي مكان ممكن انه هو يتغلب علينا ونحسب له 100 حساب، لا بالعكس. قال نقطه القوه اللي موجوده عند الفريق العراقي هم اللاعبين الشباب فقط اللي عندهم حماس قوي زين، وممكن زين تكتيك الملاعب حتى نجابهم. زين خلينا نقول على الاجواء، الجو اللي ياثر على ملعب المباراه،
اليوم كانت تمرينات بالملعب، ملعب الصيدة، ملعب صيدة. اليوم كانت المباراة اللي ملعبه هو راح يحتضن مباراة يوم غد. يمكن هذا محور ممكن نتحدث عليه لفترة مطولة صراحة، لأنه يعني العديد من التساؤلات اللي ممكن نطرحها، العديد من التساؤلات اللي ممكن نطرحها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. يعني تخيل أن المنتخب اللبناني ما عنده أي منشأة. طيب هذا الوضع في لبنان. شكرا سيف، شكرا على الكم المعلومات اللي اعطيتنا اياها. بالتاكيد يعني الاتحاد الاسيوي طبعا اعور ينظر الى 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 منتخب وبلد عن اخر. الكابتن نبيل زكي عبر عن تفاؤله بما سيقدمه المنتخب، وبالتاكيد كان له حديث مع احمد الحكيم عن وضعيه المنتخب الوطني، وايضا الكابتن صادق سعدون. بالتالي سنذهب الى هذه اللقاءات، ومن ثم استقبل ضيوفي في هذه الليله الكابتن جبار هاشم وزميل الاعلامي سامي المناصر. زخات المطاويه خيبر بغداد، نتامل خير بالمنتخب ان شاء الله. انا متفائل حقا مباراه لبنان يوم غد، متفائل لان ستكون هي الفرصه الاخيره للمنتخب الوطني. الشيء خايف من عنده باكر فقط ارضيه الملعب والامطار بلبنان، لان دائما هي امطار. انا اشتغلت بلبنان سنه، نعم. امطار دائما موجوده، وان شاء الله مع هذا تكون حافز للمنتخب الوطني، رغم انه المهمه صعبه جدا. الاماراتيين لهم ايضا حظوظ، واللبنانيين ما زالوا لهم حظوظ. اعتقد مباراه صعبه لكنه قادرين العراقيين. شو وقت نشاهد مباراه سهله للمنتخب؟ كلها صعبه صعبه صعبه. دخلنا نفسنا في هذا الموقع الصعب، واعتقد هذا الشيء سيحرج الكره العراقيه كثيرا. هذه كانت انا اعتقد مناسبه كبيره في بدايه التصفيات ان نتهيئ بشكل صحيح وان نكون مستعدين لهذه. لازم تبدي بخطه هجوميه، اعطي فرصه للاعبين المهاريين اللي يستطيعون انه يدخلون الجزاء ويصنعون الفارق، كزيدان اقبال او كعبد الكريم حسن قوقيه، احمد فرحان، واشرك علي الحمادي البدايه. احس الفريق هذا جاي. زيدان اساسي ممكن يكون لعبة؟ طبعا طبعا طبعا، شيء طبيعي. ما جايك انه من فراغ، جايك من فريق على مستوى العالم اللي هو مانشستر يونايتد. انت لاعب نفس الملعب اللي حتكون به لعبه منتخبنا، الجمهور اللبناني صعب، الملعب صعب، يعني حكينا عن الاجواء. لا لا لا، حقيقه طبيعيه، يعني اخذنا امم اسيا في لبنان وامام جماهيرهم ملعبهم، يعني الامور طبيعيه جدا. يعني فريق ما نقول عادي، يعني اذا اقل منك مستوى ممكن انه تجتازه وممكن تحصل ثلاث نقاط في ملعب اليوم. انت ما ممكن انه تفشل او تخسر مباراه تروح تستقيل، لا، انت شلون تصلح، شلون تعدل من وضع الكره العراقيه، هذا اللي يعتبر لك. مو انا اسوي رده فعل المنتخب خسر ولا انا استقيل، ليش راح يجي، ايش راح يسوي مثلا اللي بمكانك، ايش راح هو الاساس غلط، احنا اساسنا غلط في كره القدم. لاعب تعتقد انه ما يستحق التواجد ولاعبين يستحقون التواجد، طيني بالاسماء، انت جريء متعلمين على صراحتك. لا لا، انت ما ممكن، انت اليوم تشوف المنتخب العراقي يعني ممكن تختار منه لاعب او لاعبين فقط انه هذا يستحق يمثل المنتخب الوطني كاسم العراق. يعني لاعب او لاعبين، يعني من خلال، طبعا انت من خلال النتائج. يعني حاليا بس لاعبين يستحقون تمثيل المنتخب. اكيد من تشوف المباريات، تشوف المستويات، تختار لاعب. من هذول اللاعبين؟ ممكن اعطيك الاسماء. مهاجم، مدافع، يعني لا، في خط الوسط. في خط الوسط، نعم. والباقين الجميع ما يستحقون تواجد. للاسف للاسف للاسف. طيب تابعنا الكابتن نبيل زكي وصادق سعدون، ونرحب هنا بالاستوديو دوري السابق الكابتن جبار هاشم. مرحبا كابتن، حياك الله استاذ، شرفتنا، الله يسلمك، فرصه طيبه. عبر سكايب من لندن سلام المناصير، مرحبا اخي سلام. مساء الخير طه، تحيه لك وللكابتن العزيز جبار، الله يسلمك. حلوه هاي الستره، فاجئتني بيها والله، اول مره البسها. صدق؟ والله ان شاء الله ان شاء الله فالها خير. وصلنا لهاي المرحله. سلام، نتفائل حتى بالاشياء البسيطه من وراء نتائج المنتخب. اي هاي هاي، اسالك على الستره صار لها مشتريها يمكن فوق السنه والله. زين. ملابسها. زين. ملابسها فاليوم سبحان الله باوعد قد دخل البسها. هاي ذكرتني بحادثه الزميل عماد الركابي. اي كنا في كاس العرب في 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 قطر، فاكو جمله يعني انا بصراحه ما واصلتني، فنضيع قال شو يسموه بالله، نغير شاقه. اي شيء. اي قال غير شاقه، قلت له شنو هاي؟ قال حتى بلكت يجي جول، قلت له والله هاي جديده. اي فاست مغير الستره بلكت الله باكر نفوز. كابتن جبار يعني. بس الظروف يعني نبدا من اخر خبر من الرسمي من الاتحاد، لا حسن رائد ولا ميثم جبار ولا فرانس
ولا على عباس راح يكونون موجودين. تحية لك وإلى ضيفك الكريم أستاذ سلام وإلى جمهور. حقيقة الوضع اللي دا يصير يعني وضع غير طبيعي. الله يعني يكون بعون المدرب في ظل هاي الظروف يعني الغيابات. بعض الأحيان أكو ظروف تصير خارج عن المألوف يعني، فتضطر أنه تجعل من المدرب أنه حس إحنا مبوعة التشكيلة حساباته تختلف، مبوعة التشكيلة أنا سالسة أجيبها منها قلبها منها أفرها يعني أكو صعوبة بالأمر. لكنه أنت شنو كمدرب يعني مثل مباراة إيران هم كانت نفس الصعوبات، بس لا ما لعبنا بواقعية. يمكن أنا حكيتها هواي طلعت بقنوات، أنت لازم تلعب واقعية. اليوم أبوع أدوات يعني شنو الموجودين وألعب حسب أدواتي، شريد من المباراة لازم أخلي لي فد استراتيج معين في المباراة وأخرج به. أنا ألعب مثلا مفترض كان ضد إيران ألعب بطريقة ألعب أحصل على التعادل طيب وشي يجيني خير من الله. مثل أنا ذكرتها يمكن شفت قبل أيام مباراة بوركينا فاسو وتونس. التون فريق التونسي لديه ماكينة هجومية كبيرة، ومدرب بوركينا فاسو قرى الفريق التونسي دافع الشوط الأول واعتمد على المرتد سجل رجع يدافع وانتهى المباراة. قالاني لعبت واقعية. الآن إحنا يعني حسب الأسماء الموجودة يجب على المدرب يلعب بطريقة واقعية تتلائم مع وضع الفريق. نعم أبحث عن التسجيل لكنه ليس مفتوح ألعب، لأن أنا عندي غيابات لازم ألعب بتوازن. أكو لحظة من يعني لحظات في المباراة لازم أنا أشكل نوع من الخطورة على الفريق المنافس وحاول أخرج بالمباراة يعني غير من واقع المباراة من شكل الفريق من نظام اللعب من خلال التبديلات والأدوات الموجودة عندي. طيب ما هي الأدوات؟ يعني أدواته أكو بيها ما يقدر إلا الشوط الثاني، يعني ما يقدر يبدي بيهم من البداية. مثلا إذا بدأ هسه وجهة نظري هسه حسب الوضع إذا بدأ بكرار أو علي حسني لازم يبدلهم لأنه ما عندهم القابلية البدنية أنه يلعب مباراة دولية مستوى عالي، لأن تعرف راجعين من الإصابة. لذلك يعني يجب يختار. بس علي لعب ويا الشرطة لعبتين ما كافي طاها، ما كافي وضع البدني على مستوى الـ 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 الشرطة من لعب. إحنا تعرف الواجبات أكو واجبات هجومية ودفاعية، دائما الأداء الدفاعي يكون ضعيف والأداء الهجومي يصير عالي بالنسبة لعلي حسني في الدوري. باللعبات الدولية لا واجبات، لأنه فريق ضدك راح يلعب بطريقة، وخاصة الفريق اللبناني لبنان المنظم جدا منظم ويتمتع بالقوة بالجانب البدني وقوة يعني تساعده يعني حقيقة على أنه يقدم نفسه في هالمباراة مثل ما مباراته مع كوريا. يعني صح صارت فرص للفريق الكوري، بس الفرص السهلة ما سجلها، فرصة يمكن سجل فرصة صعبة. زين وهو كانت له فرصة طبعا ممكن كان يسجل يعني. طيب السلام هسه احنا نحكي هذا الحكي، بس شو من وصل بيتروفيتش سيف قبل شوية يقول احنا نحسه يتحجج يخلي اعذار الصحفيين يحكون يابا ما يصير تحكي هذه الاشياء، حاول تخفف لا تزيد الامور سوداوية. بس من تجي بالواقع انه باكر عنده لعبة راح ينزل ب 18 لاعب بس، وعنده اثنين مدافعين ما راح يكون موجودين، مهاجم على عباس ما راح يكون موجود، مشكلة. او ثلاث مدافعين والله. أنا أعتقد بصراحة خطاب السيد بيتروفيتش مع وسائل الإعلام التحديدية في المؤتمرات الصحفية أنا وجهة نظري يعني لاحظتها حتى في كأس العرب وامتداد يعني المباريات الآن في تصفيات كأس العالم حتى المؤتمر الذي أقيم في بغداد، أعتقد بدأ يعني نزل درجات من المؤتمر الصحفي. المفروض أن يرتفع أكثر فأكثر، هو مدرب محترف، وموضوع جائحة كورونا والإصابات موجودة في كل دول العالم. لدينا الآن منتخبات نتحدث منتخبات وأندية مشاركة في مناسبات كثيرة دولية عالمية ربما فقط متواجدين 13-14 لاعب. أعتقد هذا ليس تبرير، هو لابد بأن يمنح الخطاب أولا مع الإعلام أن يبين هناك شخصية ولديه ثقة بالمجموعة بشكل كامل. أنا فعلا يعني أسجل هذه الملاحظة، دائما هو يطرح لا 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 يعني يطرح الواقع لنا كأنما هو أشبه بمحطة ما قبل التبرير. أنا شخصيا أعرف واقع المنتخب العراقي ليس ذاك الواقع الذي ينافس على التأهل لكأس العالم، وتحدثنا وقلناها منذ السنتين الماضيتين. ولكن أنت في عالم كرة القدم عندما تستلم تدريب منتخب أو ليس منتخب أو حتى أي فريق في أي درجة كانت لابد أن تمتلك الشجاعة وتعطي التحفيز
طه انا اعتقد المنتخب العراقي الحالي حتى مع تغيير إدارة المنتخب كما يبدو، بس أنا لست بقريب، ولكن كما يبدو المنتخب العراقي يفتقد إلى التحفيز. أعتقد هذه مشكلة، أنا لا أشاهد هناك التحفيز المعنوي للاعبين، يعني عندما يعني من قبل يكون هناك من قبل الكادر لو المدير لو مدير المنتخب لو وين التحفيز؟ لا 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 التحفيز الكادر الفني طه، يعني أنا بصراحة واعتقد انت ايضا تتابع مثلي الوثائقيات للمدربين، يعني مثلا انا تابعت الوثائق مال جوزيه مورينيو مع توتنهام هوتسبير، يعني بصراحة التحفيز اللي كان يعطيه للاعبين، أنا يعني صدقني بعض المقاطع عيتها ممكن 10 إلى 15 مرة أنا بي أتأثر، وأنا لست مشجع توتنهام، ولكن طريقة التحفيز اللاعبين، وأعتقد أنت مشاهد بعض هذه المقاطع. لا والله شفته مال مورينيو شفته. تحفيز اللاعبين. أي يعني أنت شاهدت الآن، يعني حتى المنتقد لمورينيو على سبيل المثال عندما يشاهد هذه الطريقة تحفيز اللاعب بالضبط تغير رأيه. أعتقد كرة القدم اليوم تحديدا كرة القدم الحديثة مو مثل لاعب كرة القدم السابق طاها دغدغة، يعني موضوع مشاعره بالوطنيات وكذا، كيف أنت تستطيع بأن تخرج من اللاعب أكثر مما تستطيع؟ أنا الآن أشاهد مثلا وثائقي اللي صاحبك السير أليكس فيرغسون، يعني تحدث في نقطة بصراحة معبرة، وهذه لابد أن تدرس لكل المدربين في العراق. أنا يعني جزء طلعنا شوي عن الطريق بس خلي أوضحها. فضل. يقول أنا عندما يأتي لي لاعب مثل كريستيانو رونالدو يروح يراجع سيرة حياته منذ الطفولة حتى قبل لا يجي بيوم، لأن يقول ممكن أنا بعض تفاصيل صغيرة في حياته ممكن تساعدني بأن أخليه يقدم أفضل ما يكون. من الخاطئ جدا نقول لاعب كرة القدم يعطي 100%، لا، يجب أن يعطي 200%. أنا أعتقد إذن أنه ما ينقص التحفيز. ما ينقص بيتروفيتش هو التحفيز، والمشكله يعني انا ما اعرف هل هو لا هو طه، انا قلت لك انا لست بقريب زي. هل هو الان يطبق يا سيدي فاقد التحفيز؟ الشيء فاقد الشيء لا يعطيه. كابتن جبار انت مدرب، بيتروفيتش كشخصيه تحس ما متزن كلش، يعني مو رزن، بالتالي هذا اللاعب شلون يثق بهذا المدرب؟ بس اقول له قبل اللعبه تحشون عليه، بس هذا الموضوع موضوعه السلبيه، يعني احنا يطالب من احنا كاعلاميين يكون ايجابيين، طيب يقولوا لا ان شاء الله ودعموا اوكي، اذا هو المدرب مفلش الفريق من المؤتمر الصحفي، سيف يقول الاعلامي يقول يابا كابتن ترى على كيفك قول اشياء ايجابيه، ماكو. شوف كابتن طه، احنا للاسف الشديد يعني اغلب اخواننا اللي يعني طلعوا وتحدثوا على شخصية بيتروفيتش، هي فعلا يعني الرجل لابس لبس المدرب المساعد، بالإضافة إلى أنه بعض تصرفاته تكون مو تصرفات منطقية. يعني أنا شفت له في حالة في مباراة أوغندا الفريق العراقي دي يسوي حماه، يمكن أنا حكيته هواي، يعني صار دي يسوي حماه ماشي وحماه واصلين مرحلة سمول سايد جيم يلعبون بيناتهم، هو جاي لازم سعد عبد الأمير طلع من الحماه يسولف وياه زين يا اخي انت شو تسوي بالغرفه؟ حتى لو عندك ملاحظه دزها بيد المساعد، انت لازم تبقى تنتظر. تعتقد يدور شو يدور؟ لا هو يتصرف تصرف، فعلا يتصرف تصرفات يعني المدرب المساعد ما عايش هذا الدور، ما مدرب سابقا يعني كمدرب. ما المدرب المساعد يعني شو بيه المدرب المساعد؟ يعني يعني الان اكو انت اشتغلت مدرب مساعد طبعا، بس تنتقد نفسك؟ لا صراحة اقول لك في فديوم كابتن راضي تمرض، رحت انا ادرب زين، فاحد المساعدين قال لي كابتن شو صرت مدرب؟ قلت له طبعا صرت مدرب، المدرب ما موجود، انا هسه اتحول من مدرب مساعد شو اصير مدرب؟ شخصيه المدرب غير اعكس طبعا، لازم اني خما اجي نفس الشيء اسمه اتصرف تصرفات القرار الحازم اكيد، يعني لازم تكون عندك هاي الصفه موجوده. ومن نفط الوسط انا فتره كابتن راضي مثلا ما اجى كان بقطر انا دربت الفريق، يجب أن تعكس شخصيتك على أداء الفريق. أنت بعض الأحيان تشوف الأداء اللاعبين يعكس لك شخصية المدرب. ما احترام الشديد أدانا فوضى، يعني أدانا داخل الملعب ماكو، أولا ماكو مركزية، ماكو ما تشعرك واجبات، مثلا واجبات الفلان مدافع يقوم بواجب معين سواء دفاعي أو تكتيكي. لا هو ستم تقرا التسيب بيتروفيتش الرجل عنده وعنده كذا ودرب هو ما يقدر يوصل، المشكلة بإيصال، هو ضعيف الظاهر، هو مدرب إيه الظاهر مدرب ضعيف، وجد فرصة هو من خلاله. لا لا هسه وجود سلام وجود عفوا كابتن وجود رزاق فرحان وأحمد صلاح ما لحقوا خلال هالفترة، طبعا رزاق بالحجر بالمناسبة، بس أحمد صلاح هسه
واستعان بهولندي. يعني أنا وين أتوصل لك؟ أنه المدرب بعض الأحيان يعكس شخصيته على أداء اللاعبين، شخصيته داخل الفريق إدارياً وتدريبياً، المدرب هو المربي وكثير من المواصفات، لكن هو أصلاً الرجل هو شخصيته ضعيفة، هذا وضعه. طيب إحنا جبناه سلمناها الفريق هذا يعني وضعه. يعني بالتالي سلام، بالتالي لا يعول كثيراً على بيتروفيتش، وخلي اللاعبين يعرفون، ويبدو بأنه مو يبدو، وسأنا أقول يبدو أريدك أحلها، لأن أنا عندي تواصل مع البعض يعني يسولفون، لازم اللاعبين يتحملوا المسؤولية. الفكرة نفسها اللي عندنا ترى عد اللاعبين، خلي بالك يعني لاعبين يباعون ما مقتنعين بي، ما مقتنعين بي وماشي الدنيا، وعدة تصرفات يضحكون عليها، هاي مشكلة. هذه مشكلة بالفعل يعني. إذا ما أنت تتحدث عن هذا الكلام وأنا يعني أثق بمصادرك وبكلامك، أعتقد هذه مشكلة حقيقية. ربما هو بيتروفيتش يعني تسلم المسؤولية في كأس العرب ومنح صلاحية كاملة، وبصراحة حتى بعد الخروج المخيب من كأس العرب، نحن نتحدث الآن يعني طاح الآن إحنا بعض الملاحظات حتى لا يفسر كلامنا. إحنا الآن ما مطالب المنتخب بأن يتأهل حتى كأس العالم، ولكن مطالب المنتخب العراقي بأن يقدم أفضل ما يكون. شوية صورة زينة أداء بالضبط. يعني أنا ليش تحدثت عن موضوع التحفيز؟ أنا عندما أضع الفوارق الفنية بيني وبين إيران وكوريا الجنوبية الفوارق واضحة، ولكن عندما ألعب بتحفيز ربما أنا أقدم صورة وأداء أفضل بكثير. الجانب الآخر المدرب، أنا لا أريد فقط، نحن الآن نحمل المدرب. تحدث الكابتن جبار قال ربما المدرب لا يمنح اللاعبين الواجبات، لكن بنفس الوقت دعنا يعني الآن إحنا يجوز هذا خطأ الآن نتحدث به قبل المباراة بيوم، بس يعني مو مشكلة. ليش هو لاعبنا يعني تكتيكيا؟ هل هو لديه ثقافة تكتيكية ليستوعب يا كابتن جبار؟ مو أنت مدرب بالدور العراقي يعني بصراحة، فأكو مشكلة إحنا لا نحملها فقط على المدربين. بس هو يا سلام هو يضغط على اللاعبين، هو وكأنما الاتحاد يتهرب من المسؤولية، المدرب يتهرب من المسؤولية، وكابتن جبار اللي يجاوبك. تفضل كابتن. يعني إحنا شفنا من لعبنا، إحنا دائما نجيد اللعب بالمناطق الدفاعية في ملعبنا، يعني نغلق، صارت عندنا وكتنش سابقا لعبنا بهالطريقه زين، كان يلعب باربعه، شاف الاهداف تصير علينا، اجى اختار الطريقه اللي تناسبه هو كمدرب، وفعلا مش كابتن الفريق. اعتقد في كو مع كوريا الجنوبيه، مع كوريا الجنوبيه غير قدمنا غير اداء متميز. اسمع شو يقول لك. شو تفضل. المقارنه ما بين هذه الحقبه وحقبه كتنش اعتقد غير صائبه، غير صائبه ابدا. نحن يعني نتحدث أنا بصراحة هذا الكلام. أنا راح أتحدث لك، أنا راح أتحدث لك كابتن. كابتن أنت لاعب دولي سابق ولديك تجارب وخبرة طويلة جدا. ليس من المعقول نحن يعني الآن نأتي نضع حقبة كتنيش وحقبة بيتروفيتش أو إدفوكات قبله. يا ناس يا عالم هسا سمحوا، هاي وجهة نظري، يجوز أنا مخطئ هسا 100% أنا مخطئ. ليش هي الفترة اللي كان بها كتنيش نتحدث عن 2019 ما وصلنا لل 20. 2019 كان المنتخب العراقي كعناصر أفضل بكثير مستويات الفنية. نتحدث بالأسماء يونسكت كابتن اللي عندنا باكر المباراة. ترى الحقيقة واضحة، إحنا شوية هسا أنا أقل واحد بكم أفهم كرة قدم. كابتن جبار لا تجون تقولون، أنا الكلام ليس فقط إليك، هواية من المحللين والزملاء والمدربين السابقين يتحدث كتنش. سلام مناصر سمعنا، اضطر الرجال فرصة، اضطر الرجال فرصة. لا 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 أكملها، تعرف ليش؟ أيوة كملت فكرتك. ما كملت لا تقاطعني. تفضل. ما كملت حتى اوضحها. المشكله احنا عندنا الان في بنهايه عهد كتنيش بدا يبين عندنا الدروب، وكلكم انتقدتوا وضع المنتخب في المباراه الوديه نيبال طاجكستان ورحنا التصفيات البحرين. هذا لا يعني، هذا لا يعني انا اقول لك يا لا لو باقوا انا كتنيش انا اقول لك يجوز ربما نفوز لعبه لعبتين، هذا لا يعني بان احنا راح نتاهل لكاس العالم. ولهذا احنا الان عندنا دروب، انطيني الاسماء، عدد الاسماء، على مهاوي، على عدنان، وينهم دول؟ هو ميمي تمام تمام، بشار وينه؟ جيد. بشار هالمستوى، عدد الاسماء جيد. ميمي وغير جيد. ميمي جيد. كابتن جبار خلاص فكرتك تمام. سلام سلام جبار. يعني انطينا مجال ثاني، هاي شغلي انا كمدرب، يعني رجل داخل الملعب جزء، انت تباوع وتشوف شكل، وانا مشتغل داخل الملعب، فدائما التنظير دائما ما ينطي كل الحقائق. اللاعب العراقي بإمكانه يؤدي واجبات الدفاعية بشكل عالي، لأنه الواجبات الهجومية تصير صعبة، جوانب تكتيكية يتحرك لازم. إذن يعني اللاعب بس يدافع؟ اسمع، لاعبنا ما يستوعب الجوانب الهجومية، يحتاج
مجموعة لاعبين أو وضع معين حتى يستوعب الجوانب الهجومية. هسه من أنا حكيت على كاتانيش، إيش فادنا بالعراق منتخب العراق؟ إحنا يفيدنا شنو؟ بسبب وضع الفريق اعتمدنا على المرتد كثيرا، اعتمدنا على المرتد والصعود من الجوانب. قال لك كان عندنا لاعبين جاية كان فضل. الآن من لعبنا ضد كوريا شلون لعبنا؟ من أدينا التنظيم الدفاعي، من لعبنا بالأولى زين، أدينا مباراة ممتازة لأنه التنظيم الدفاعي سهل، بإمكاني أنا أرجع أدافع أقول له هيك اقطعها طلعها أوت، لكن قل لي ابني هجمة. من جينا ويا إيران انفتحنا وبدينا نبني لعب صار عندنا تبهدلنا الفريق الإيراني حقيقة مسحبين الأرض. لذلك أنا لازم ألعب واقعي، أقرأ لاعبيني أنا شنو الوضع اللي يناسبني حتى أقلل من الضغط اللي علي والوضع اللي علي، أنه ألعب بطريقة متوازنة. شلون ألعب بطريقة متوازنة؟ أحاول عندنا ثغرات بالفريق العراقي، بهاي التشكيلة أحاول أغلق العمق الدفاعي. ما حسيتك ما جاوبته، احاول شو جاوبه يعني؟ انا جاوبت يعني انت خلاص يعني. اذا اللاعب العراقي يقدر يشتغل طبعاً. مثلا وان اوبشن خلاص، بس يحتاج شوف يحتاج نوعيه لاعبين. هسه بدات نوعيه اللاعبين اللي امام عندنا، انا اقول لك بالمستقبل زين. لا عندنا نوعيه ممتازه بامكانها ان تقوم بواجبات هجوميه ممتازه زين، مثل احمد فرحان، زيدان، اقبال، حسن، يقوم بواجبات هجوميه ودفاعيه بنفس المستوى. شباب لديهم المهاره العاليه ممكن يؤدي واجبات، ما يقدرون لكن شلون ما يقدرون؟ سلام شنو ما يقدرون؟ لاعبين عندهم قدره. احمد زيدان بسمعوني هسه كابتن جبار يتحدث، هو قال انا رجل متخصص واحنا ننظر تمام. هسه على الاقل انا شايف كره قدم وعيونه مفتحه بكره القدم زين. جبار انا شاهد الدوري العراقي انا ما ادري سباوع كنت هيجي العب هي مشكلة مشكلة بعض الإعلاميين يدخل في تفاصيل معينة هي ما تخصه. بس من حقه، هي ما تخصه. عوفك مشجع. هاي تفاصيل. إحنا اللي وجهة نظرة. بس أنا ما أدخل جدال سلام. لا أكو بعض الأمور خلني شوية ننظر لها بغير منظار. أنت مو يعني تتكلم بطريقة بحيث أنت تعرف كل شيء. بس بالبداية قال لك أنا مو أدافع عن سلام، ولا قال لك أنا كل شيء ما أفتهم بالطوبة. هو كل شيء ما أفتهم بالسلام. تعرفون؟ لا مو لأن لا خلنا نعطيه مجال، لأن سكايب أنا حاسب معاناته بالسكايب. خلنا نعطيه مجال. بتروفيتش وين كان يدرب؟ مو ويا أدفوكات وش اسمه؟ شو جانا هناك كل شيء ماكو. طيب غير ما أنت تباوع شوف واحد متباوع دوري إنجليزي تباوع، لا تعكسها علينا، إحنا ما عندنا هالقابليات. طيب إذا سلام تفضل. كابتن جبار هسه احنا حتى نكون هادئين ونتحدث بكلام، انا اعتقد انت انا متحدثت انا اولا وطاه الحمد لله دافع عن بهذه النقطه، انا ما قلت لك فاهم كره قدم، بس انا افهم شيء بسيط جدا من كره القدم. ما الان انت تتحدث لي بنقطه، انا انت قارنت بين حقبتين، وانا جيت قلت لك انطيني مقومات اللي كانت موجوده بتلك الفتره والمقومات الحاليه، منو كان خط الدفاع؟ هل احمد ابراهيم كان بوضع الفني مثل الان وضع الفني؟ انت جاوبني، انت رجل متخصص خط الدفاع. هاي مشكلته اذا هو وضع الفني مو زين، هو مشكله. لا جاوبني على مشكله اللاعب. لا قيم لي اللاعب فنيا الان وقبل سنتين، قيم لي فضل. يعني قصدك شوف احنا يعني قصدك حتى حل الجدال قصدك انه كاتانش مو افضل من بيتروفيتش ولا ادفوكات. لا انا ما قلت من نقول احنا الان بيتروفيتش نجح بتلك الفتره لان احنا كانت العوامل اللي ساعدته بتلك الفتره وقدر يشتغل عليها بالتكتيك مالته، انا هذا اللي قصده. لكن انت تيجي الان تحدثت انت في اخر نقطه قلت احنا عندنا لاعبين شباب ممتازين، وطه سالك قال لك يقدر يدافع وهاجم، قلت له ايه يقدر يوازن بعد شاب. انا اقول لك بعض الاسماء اللي ذكرتها انت ما تقدر، وانا شايفهم الدوري العراقي ما يقدر يدافع وهاجم، وبعضهم انا انصحهم هسه يحكيها جوزي اول مره، بعضهم انا انصحهم اقول له لازم تدافع، يقول لي المدرب ينطيني واجب يقول لي لا تدافع انت من النص ولك فوق. فيا كابتن بصراحه عندنا مشكله كبيره جدا. هاي حكايه قديمه، قديمات بين صار مال واحد زين. دقيقه كابتن هسه احنا انت صح سلام لحظه مشكلتكم ما يعني ما هسه بعيدا عن الماضي، اسمه نقد ذات جيد، بعيدا عن الماضي سلام يا اخي طالع اليوم حلو كشخ طينه مجال باوع. بعيدا عن الماضي، باشر عندنا لعبه كابتن جبار، باشر عندنا لعبه زين مو زين، بيتروفيتش ضعيف، احنا نريد نفوز يا اخي، تصفيات نريد نفوز يعني اربع نقاط بس واهداف و وحده جزاء وحده ما اعرف شلون باشر شلون نفوز باشر بهاي الوضعيه 18 لاعب عندك. شوف
أولا الفريق اللبناني يعني هو تنظيم الدفاعي يعني خاصة بعد التحول من الحالة الهجومية للدفاعية ممتاز زين. وخاصة عندهم اللاعب ألكسندر ملكي وين أنا وديت اسم فيليكس أعتقد أي. هذا بميزة هذا بميزة حلوة يعني دائما الكرة من تصير الجانب شوف جول كوريا اللي صار هو ما تواجد بين قلبي الدفاع دائما شو يسوي عنده واجب أي كرة جانبية وين يروح بين قلبي الدفاع يصيرون ثلاثة أشباه وسط ومعظم الكرات طبعا يقطعها كانت هاي فد ميزة حلوة لذلك جبناها التنظيم الدفاعي عالي بناء الهجوم عنده ممتاز يعني فريق لديه أدوات عندك محمد قدوح قاسم الزين عندك محمد قدوح ممكن ما يلعب باتشر هو ما نعرف هسه كل ساعة يجينا شو اسمه ندي احكي على مباراة كوريا اي اذا انت ايش تحتاج تلعب انت تريد تسجل ها لازم تلعب بطريقه شو انا حكيت على التوازن انا باعتقادي انه نلعب بثلاث مهاجمين شلون الطريقه تصير ثلاثة أربعة ثلاثة ستقول لي شلون ثلاثة ثلاثة مو ثلاثة في حالة الكرة نمسكها نصير شقد اللي هو مصطفى ناظم واحمد ابراهيم ومنعم انت تحكي بسبب الغيابات اي 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 بسبب الغيابات اي اي ما عندي انا هسه حاط التشكيله قدامي ودي اجيب حتى شنو ادفع بثلاث مهاجمين الى الامام ادفع بايمن واحمد فرحان والحمادي تنقطع الكره وين يرجعون لمنطقه الوسط وخلي ايمن راس حربه يدافع بهالمنطقه من يصير عندنا الكره شدفع للامام وبذلك يصير عندنا زياده عدديه بس وين الخطوره بهذا الوضع بالجوانب على الاطراف هساني خليت اطراف ماكو خليت علي حصني ومهند اجعاز مهند يقدر يرجع ويا مناف يصيرون اربع مدافعين المهم شلون مكان مصطفى يصير هنا بس بحاله الهجوم ينفتحون يصير عندنا زياده عدديه في الوسط والعمق الهجومي بامكاننا انه نسجل بامكاننا لو اللاعبين ادوا واجباتهم بالشكل الصحيح ماكو غير حل طيب سلامه يعني الحديث عن لبنان الصوره المتغيره الصوره اللي المفاجئه كانت يعني في ملعبه ارضيه يقولون عليها ارضيه سيئه بينما هواي من اللاعبين بدور العراق لاعبين على ارضيه سيئه يعني ملعب التاجي هسه خلي فتره راح لا سبع عمر علي يقول ملعب صيدا اسوء من ملعب التاجي فالملعب الارضيه متعودين ملعب ما راح يكون صالح امام فريق لبنان متحفز يبحث عن فرصه اخيره ايضا لعبه العراق وملعبه لازم يفوز انا اعتقد موضوع الملعب هذا ليس تبرير لان نحن لسنا كمنتخب ايران او كوريا الجنوبيه ايضا اللي لعبوا في ملعب صيدا وحصلوا ثلاث نقاط من المباريات ايضا امام الامارات ربما يخدم المنتخب العراقي المنتخب اللبناني ما ان عاد ان يلعب على ارضه خسر تقريبا الان كل مبارياته خسر امام ايران وكوريا الجنوبيه وايضا المنتخب الاماراتي هذا اعتقد انا بالعكس انا اختلف الان موضوع عندما يعني التحجج بالارضيه انا اعتقد ربما يناسبنا اكثر لان هي مباراه ستكون صعبه وستكون بها الفرص قليله ربما من كره ثابته او من حالات معينه ليس من طريقه لعب لان طريقه لعبنا احنا ما نقدر نسجل كره يعني بهذه طريقه اللعب اللي احنا تكتيكيا نقعد نخططها بالرسم التكتيكي انا اعتقد ربما كره ثابته تحسم المباراه المنتخب اللبناني منتخب يمتلك القوه البدنيه اعتقد العامل البدني ربما هو يتفوق على المنتخب العراقي انا شاهدته في المباريات الاخيره كان احس اللاعبين بدنيا هم افضل بكثير من اللاعب العراقي وهي ايضا يعني علامه استفهام على الاقل مباراه الذهاب كانوا متفوقين بدنيا انا اعتقد هذه ايضا سؤال اخر انت سالت كابتن جبار قبل شويه سالته قلت له علي حسني جاي يلعب بالدوري علي حسني جاي يلعب بالدوري 90 دقيقه واكثر بس هو انا اتفق وياه تعرف ليش هو اختلفنا هو بس خلينا نتفق وياه بهاي النقطه تدري ليش لان هو في الدوري ايش قد معدل الجري داخل الملعب يختلف عما يكون الوضع فيها المنتخب وهذه النقطه اللي احنا دائما نتحدث عنها حتى المدربين الان يدربون الان في الدوري العراقي المدربين يعني بصراحه يشكون انا شفت بعضهم يشكو حتى في الاعلام يقول ليس لدينا الفتره الزمنيه بين احنا ممكن نشتغل بدنيا واللاعبين اكثر وخصوصا طبيعه اللاعب العراقي ثقافته نومه السهر الجوانب الاخرى الاكل الشرب فهذا تأثر عليه حتى في عندما نحن يكون هناك النظام التدريبي هذا النظام مكثف وهذه هذا طبعا هذا موضوع آخر أعتقد أنا اختلفت في نقطة مهند إجعاز عندما تم إجلاسه في الدكة بحجة حسن رائد هو الأجهز فنيا وبدنيا كونه يلعب في الدوري العراقي وبشكل أساسي مع فريق القوة الجوية أنا بصراحة قبل لا تبدي مباراة إيران
يعني تحدثت بهذه النقطة، قلت أنا مهند إجعاز ربما صح من شهر ديسمبر الماضي توقف الدوري السويدي، ولكن أنا أعتقد بدنيا أو وجهة نظري أعتقد سيكون وضع البدني والفني هو أفضل من حسن راد لو شارك أساسيا في مباراة إيران. هو اللاعب نفسه يقول أنا بدنيا ما جاهز بعدني. يعني لا ما قال هيك هو، لا ما قال هيك. أنا اللي شفت التصريح. لا شفت التصريح بالمؤتمر الصحفي. قال أنا شفت التصريح مكتوب ما سمعته حتى أكون صادق. أنا اللي شفته مكتوب الآتي، صلح لي إذا أجوز أنا مخطئ. زين. قال أنا بالنسبة لي آخر مباراة خضتها في الدوري من شهر ديسمبر أنا لم أشترك، لكن أنا محافظ على وضع اللياقة البدنية، أشوف نفسي جاهز، لكن قرار اللعب بيد الجهاز الفني. هذا زي. اللي قريته. خوش نقطة. دور السويد واقف من شهر 12. اللاعب يقدر يحافظ على نفسه من شهر 12 شهر لا ما يقدر اذا ما يتمرن ضمن المجموعه ما يقدر واذا يتمرن حتى لو يتمرن وحده ويجيب مدرب لياقه لا مو رجعوا يرجعوا الاعداد صار لهم 10 ايام او 15 يوم دائما يرجع اعداد اكو عام وخاص ولو هو العام قل هسه راسا اسبوع هيك وتدخل بالخاص بس بما انه عفوا شهر الرابع يرجع دور السويدي خلي يمك المعلومه اذا انه وضع البدني غير جاهز يعني لانه انت اللاعب بعض الاحيان من يريد يدخل تصفيات قبلها اذا كان تمرينه يعني تمرين في طور الاعداد العام نسميه يعني انا اعتقد انه غير قادر على اكمال المباراه واللعب 90 دقيقه او يتواجد في ضمن التشكيله فهو المفترض على اللاعب يعني هسه اللاعب اذا انت مجهز بدنيا شكو تجي للمنتخب طاهر اذا انت مجهز بدنيا وما يعتذر عن تدريب المنتخب صرهوسه عليه العاد يجي بدنيا غير جاهز نفس الشيء الان اللاعب بس مع السلام ايش قال لك من عندك بديل عندك بديله ماكو هسه انا وياك انه انا هسه لانه ما موجود حطيته بالتشكيله بس بامكان حتى لو ما موجود بما انه الوضع هيك ممكن تجيب لاعب بس خليل. انا سلام سؤال أنا سلام أعتقد. سلام أنا سلام اعتقد وفق سلام اسالك سؤال امير العماري كان بوضع الطبيعي في مباراه ايران على المستوى البدني امير هم دوري السويدي كان بوضع الطبيعي شوف انا سؤالك راح اعطيك اياه بمثال سريع علي الحمادي زين من اجانا المباريات تصفيات كاس العالم لعب مباراتين تتذكرون جبنا علي الحمادي ما كان لاعب لفتره طويله وكان مصاب حتى وضع اللياقه البدني انا احكي لك هاي معلومه اكيده بعد ما كان داخل وانتقل من نادي الى نادي زين. حتى ما كان موقع ترى اللاعب اجانا لا يا مباراه اجانا طه اللاعب ضد منه كوريا الجنوبيه وقبلها وسوريا مباراتين الاولى واثنين اللاعب اساسي صح ولا اي فانت حسيت به هو عنده مشكله بدنيه قياسا باللاعب اللي موجود في الدوري العراقي اللي صار له يلعب على مدار الموسم فاكو جوانب بس هو هل من المنطق بان اشرك لاعب قاعد صار اربعة اشهر لا انت ما فهمتني مو هذا اللي قصدي انا إيه؟ انا اتفق وياك انت الان تتحدث لاعب اذا ما شارك في فتره زمنيه وجلس وخلص الموسم انا اتفق في هذا الجانب ولكن انت كمنتخب عراق عندك ضروره انا جاي اقول لك انت عندك ضروره هل انت عندك المتاح انا الان طرحت مثال واحد حسن رائد لاعب شاب قدامه مستقبل ولكن هل حسن رائد في مباراه ايران هل كان في الموعد انا اسمع هاي الرساله تفضل تحياتي للكابتن اذا الكابتن راضي شنيشي يسلم عليكم على عجال راح اقراها كره القدم حالتين هجوميه ودفاعيه ويجب على كل مدرب ان يهتم بالحالتين ويطور الفريق واللاعبين لهاتين الحالتين والفريق العراقي في اخر فتره اهتم بالواجبات الدفاعيه فقط واهمل الجوانب الهجوميه والدليل على ذلك شحت وقله الاهداف بالمباريات الاخيره اما المدربين الاجانب يهتمون بنتيجه المباراه ويحاولون الخروج باقل خسائر حتى لا تتأثر السيرة الذاتية لهم كمدربين أما اللاعب العراقي إذا كسب الثقة والتحفيز هاي لك سلام من المدرب يستطيع أن يقدم الكثير ربما تفوق حتى على نفسه وتفوق المنتخب الوطني يقول لك المدربين الأجانب كابتن جبار يهتمون بالسيرة الذاتية شوف هو بتروفيتش ما عنده معرفة بطبيعة اللاعب العراقي لحد الآن ما لم شون لم لم يعرف تفاصيل او عقلية اللاعب منتيارتي طبيعة اللاعب العراقي اللاعب العراقي بعض الاحيان يحتاج ظروف غير طبيعية يشوفه يقدم ويلعب بعض الاحيان توفر له كل ظروف النجاح ويشوفه ما يقدم
إذن أنا لازم أعرف طبيعة اللاعبين، وبالتالي من خلال معرفتي بطبيعة اللاعبين أقدر أني أوظف اللاعب حسب إمكانيتي حسب ما أنا أريد. لذلك أنا أعتقد أنه بتروفيتش جاهل هذا الموضوع، ما عنده معرفة بالله، وخاصة المباراة الأولى اللي صارت اللي لعبها ضد إيران يلعب بشكل مفتوح، أنطى واجبات هجومية وذلك صارت علينا كثير. أدفوكات كان يقودنا. لا أنا أقصد مباراة إيران، بتروفيتش هاي مباراة إيران الأخيرة يعني هسه قصة اللي هو من العرب لحد الآن نفس الطريقة يلعب بها. مرة لعب ضد قطر بطريقة غلق المساحات صح من لعب مصطفى ناظم أمام المدافعين، بس بعدين سوى تبديل شال مصطفى ناظم انفتح الفريق العراقي قوي الفريق القطري. طيب. أنا وين أرد أروح لك؟ تفضل. أنت ذكرت حكاية أمير العماري، أمير العماري فعلا واضح أنه من خلال مباراة إيران أنه غير موجود، لأنه وضع البدني حقيقة كان سلبي جدا على نفسه وعلى فريقه. يعني لا هو قدم نفسه بالشكل يعني كلاعب أساسي ممكن أنه يكون تواجد في التشكيلة، وأيضا من الناحية البدنية كان ضعيف، ومع وجود سعد عبد الأمير ومحمد علي عبود كان البطء واضح في منطقة الوسط. فشوف أنا خلي السلام تحياتي كاثر راضي شميشيل، راح أخليك تجاوب عليه، بس عندنا الفيديو مال المؤتمر الصحفي الشباب حضرونا إياه بالنسبة للمهند إذا كان جاهز. طيب مني جهزوه، بس شوف لي سلام الكابتن راضي يعتقد بأنه اهتمينا بالجوانب الدفاعية أهملنا الهجومية، واللاعب العراقي يحتاج إلى 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 تحفيز، هذا الحافز اللي حكيت عليه بالبداية. أنا أعتقد أنا ما أتأكد أقول الكلمة أو لا، أنا أعتقد كابتن راضي يعني يلمح بأن اعتمدنا الجانب الدفاعي في زمن كتني صح؟ هو يقصد أنا قرأت نصا وما على الرسول إلا البلاغ. بس مداخلة العفو استاذ سلام، أنت شايف الفرق العراقية من يدافع علينا، إحنا الجوية من شنة صناعة من يدافع علينا ما نقدر نسجل. طبيعة اللاعب العراقي يعني بعض الأحيان الجوانب الهجومية توصل للهجوم بس ما تقدر. طيب من ناحية الدفاعية قدم لك مستوى عالي جدا. طيب خلينا نشوف. ما جاوبتني أنت، ما جاوبت. خلينا نشوف المؤتمر سلام، خلينا نشوف المؤتمر نشوف مهند ونرجع لكم. يعني اللحظة هي حاليا كلش مختلفة عما بدينا بها مع الفكرات، وحتى المنافسين هم مختلفين حاليا عما كأس العرب والتحضيرات، فكل منافس هو يحضر له بطريقة مختلفة. Yes, I am ready. The coach wants to play me. بالواقع هو يعني لم يكن جاهز لأنه لم خاض عدد المباريات الكثيرة، وأيضا السيزن أو الفترة المباريات اللي خاضها في المسابقات اللي في الدوري المحلي السويدي أنه انتهت من وقت سابق، فهو يحاول أنه يكون جاهز. وبطبيعة الحال مثل ما تعرفون مهند ما خاض الكثير من المباريات مع المنتخب الوطني، بس يحاول يندمج إن شاء الله. طيب هذا بالفيديو سلام، سمعت؟ سمعت الصوت مو واضح. ما سمعت؟ بعد شوفه بالإعادة. قال أني مو جاهز لأنه صار هو تارك الـ النادي وهيك شيء. طيب إذا مو جاهز كيف يستدعى المنتخب؟ كان مفروض غوص أقول لك كابتن جبار. لو مو بس هو ترى كل اللاعبين بالدوري السويدي. لا هو سؤال، لا أنا أطرحت سؤال، تعرف ليش؟ لأن هو إذا لاعب مو جاهز ليش استدعاء المدرب؟ تعرف ليش؟ لأن ما عنده البديل من الدوري المحلي واضح. زين. ودليل خلى شيركو دفاعي منا. خو بس واحد. أنا جاي أقول لك خلي هسا نحكيها بصراحة. ليش هسا إحنا المنتخب العراقي هسا أنا ما أدري أسوي نفسي كبير، بس إحنا جبناها دائما عندنا أفضل ظهير يمين وظهير يسار صحيح ولا؟ نعم. ما إجينا في يوم عندنا مشكلة بهذا المركز. مو صح كابتن جباري وأنا غلطان؟ ما عندنا. وايد ولا دائما. وايد. نعم. وايد عندنا. وايد. الآن ما عندنا. الآن ما عندنا. لا يمنا ولا يسار. ما عندنا. والدليل راح على 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 مهند، بس اذا ما جاهز بدني كابتن جبار خلاص اشوف له واحد ثاني. يعني شوف اكيد شوف هذا اللاعب اضر اللاعب، هو اللاعب المفروض هنا خلي يحكون عليه صحافه وكذا. اذا انا ما جاهز شلون اجي وقد ارد اقدم نفسي واني وضع البدني مو زين والعب، وبالتالي راح بالعكس الصحافه راح تنال من عندي. انا لازم اكون صادق ويا نفسي انه انا ما اقدر، انتهت، انا ما اقدر، ما عندي القابليه. فرانس العفو ريبين اعتذر ريبي نعتذر، شو بعدين طلع يلعب مباراة كاملة بدور التايلندي. هسه التايلندي غير شكل، عكسنا التايلند دوريهم، احنا نخلصهم ما يبدون هكذا يعني شو الدور التايلندي. لا بادي الدور التايلندي. اي 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 هو الدوريات آسيا شرق آسيا تختلف، احنا نخلص يعني. لا بس صارت 10 ادوار 11 دور، حتى احنا ردنا نبث المباريات. دائما احنا قبلهم نبدي، دائما قبل الشرق آسيا. جيد خلص من الموضوع. المهم المفترض هو شوف هنا البحث عن اللاعبين
لازم العين اللي تنظر وتسعى للاعبين هي عين المدرب. احنا اللاعبين يا سيدي ما عندنا لاعبين، اسحب ما عندنا لاعبين، ما لاعبين مين يجي؟ بس انا احكي لك ليش احنا موجوده بالدوري. ممكن انت يعني انا لو اروح لو محروم لو مدخوم لو اروح بلاعبين اجيب لي لاعب احوره دفاع يمين مهاجم اجيب دفاع يمين لو ما عندي مدافع يمين لا، بس لكنه هو لم يبحث بالشكل الصحيح. احنا ليش نقول المدرب يجي هنا ويبحث ويدور ولاعب متروس وين قاعد هنا؟ وين قاعد عمي؟ قاعد هنا مو يفتر بالملاعب 24 ساعه. لا هذا ضعف بي. اكو مدرب يفتر بالملاعب ما يعرف يطلع لاعبين؟ ما عندك لاعبين. ليش ما عندي لاعبين؟ زين انت ترشح لنا كثيرين بامكاني. سلام المناصير يقول لك رشح لنا. يعني مدافع يسار او يمين تعتقد بانه يمين يمين يسار؟ هسه راح اقول لك انا يسار. هسه تفضل كابتن. مصطفى مع اللاعب الشرطه يقدم اداء جيد تباوعه افضل. اسانب شو اسمه حسن رائد مر بفتره وضع صحي غير طبيعي واضطر يقعد مباريات بعدين قام يلعب بس وضع البدني مجاهد. مصطفى مع ان وضع البدني كل الزين وجاهز بامكانه انه يلعب وده يقدم اداء جيد مع الشرطه. ليش ما استدعيه؟ لا هو الشرطه اصلا ماكو لاعب واحد استدعاه. هاي وين صايره؟ اذا يا حبيبي هذا مو احنا راح نجرب غير موضوع. اذا الاستدعاءات مدافع يمين ما قاعد يصير هو اللي يستدعيه، اكو بعض النادي يستدعون. سلام المناصير يقول لك الاستدعاءات مدافع يمين اريد مدافع يمين. ما حطيتك دفاع يسرى دفاع شو تريد؟ اعطيني يمين طلع لك دفاع يسرى. سلام اخيرا سلام اخيرا بصراحه كابتن جبار سوا علينا شلون هذا جاسم ابو الاسود طق اليمنى طق اليسرى. سلام اريد نختم اقول لك شيء احنا صح اكو حزن بداخلنا بس خلص تبدا المباراه احنا نريد نفوز. احنا طبعا هذا المهم. لاعبين يكون عندهم هذا الاحساس. شوف طه انا تعلمت قبل اعتقد قبل يومين شفت تقرير كنت اتفرج صدى الملاعب وشفت تقرير للزميل حسين الطائي وذكر معلومه. طبعا انا جزء احنا ما مركزين بيها. انت تعرف الان احنا اضعف فريق خط هجوم بالمجموعتين. احنا في 7 مباريات مسجلين 3 اهداف. ترى هذه كارثه. هذه كارثه. يقول لك كارثه. هذه مركزين على الدفاع وعارفين الهجوم. هذه كارثه. معناتها مشكلتنا كبيره. فلازم باكر نثبت للاخرين. طه هذه المجموعه. شوف هسه انا اكون صريح. انا بالنسبه لي با اضغط على اللاعبين واحاول يعني احملهم اكثر من طاقتهم، بس ذاك المباراه الغد هي مباراه بالنسبه لهم، ولهذا اتمنى يكون الخطاب تحفيزي لهم بان هم لازم باكر يثبتون وجودهم. طيب هذه المجموعه من اللاعبين خصوصا الشباب والمحترفين محتاجين الى الفوز، هم محتاجين فوز قبل أن تكون نتيجه للمنتخب. طيب شكرا سلام المناصير كابتن جبار. الكره باقدام اللاعبين. والله شوف احنا هسه قلنا نراهن على انتقلت على انه الله سبحانه وتعالى بركات يوفقنا في هاي المباراه ولدينا امكانيات. ممكن يعني ممكن اذا التحفيز كان بمستوى بس عالي. والله مع الاسف عندنا لعبه ويا لبنان مع احتراماتي. اي هاي شو تسوي لبنان الوضع اي الوضع الوضع, الوضع العام هذا هيك. اتمنى طيب التوفيق لمنتخبنا حقيقه مباراه غد وان شاء الله اذا فزنا بركات الامور على خير. شكرا كابتن جبار. شكرا سلامي مناصير. شكرا سيف. ولكم ايضا مشاهدينا نشكر وتقدير. يوم غد مباراه العراق ولبنان. اذكر يمكنكم متابعه المباريات موقع ريسيفر ستار لاين تطبيق بودو. الى اللقاء.